لان يعني في كلام مهم جدا عايزين نتكلمه معاه، وهو رجل يعني قريب جدا من كارلوس كيروش، ورجل يعني تحمل المسؤوليه وكان دايما دايما على بقرب المنتخب، ودايما قريب من المنتخب، ودايما داعم للمنتخب، الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري. استاذ جمال مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، تحياتي ليك، وطبعا اقول لك كل سنه وانت طيب، طبعا شهر كريم ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم باذن الله عليك وعلى عائلتك وعلى اسرتك واحبابك كلهم. استاذ جمال، يعني مصر كلها بتسال، واصبح يعني السؤال الاساسي وقضيه الساعه في الشارع المصري فيما يخص كره القدم، مستقبل منتخبنا فين؟ هل كيروش هيبقى ولا كيروش هيمشي وفي التفكير في مدرب تاني؟ الموضوع رايح فين؟ كابتن ميدو، احنا دلوقتي يعني يمكن احنا اللي حصل معانا دلوقتي في المباراه بتاعت السنغال دي هي طبعا مباراه كانت صعبه جدا. السلام عليكم، تكلمني حضرتك وانا داخل المطار يعني يا فندم. خد وقتك. فاللي حصل طبعا في المباراه، وانت خصوصا لاعب دولي وعارف الفير بلاي وعارف ايه اللي بيحصل، اللي حصل معانا كمنتخب مصري وضع مختلف جدا، وكان طريقه بطريقه ارهابيه توصلنا. اللي حصل معانا طبعا بطريقه تختلف كله معانا عن الفير بلاي، ويمكن شفتوا حاجات كتيره تم تصويرها وفيديوهات. احنا في ساعتها بقى من نهايه المباراه على طول بلغت الاستاذ وليد ان لازم نجهز ملفه ويبعت على طول اعتراض على اللي حصل في المباراه من خلال المباراه، سواء ارهاب للاعبين، سواء ارهاب للجماهير، سواء ارهاب لمجلس الاداره نفسه اللي كان متواجد في المباراه. تم اعداد الملف، والحمد لله ان احنا بعتنا امبارح ملفه والنهارده كملنا على الملف نفسه وشغالين على الملف ده لغايه ما نشوف النتيجه هتحصل ايه، سواء في الاتحاد الدولي والاتحاد في الكاف يعني. استاذ جمال، يعني طبعا كيروش مستقبل منتخبنا، وصلنا لايه؟ راي حضرتك ايه اللي هيحصل؟ هو طبعا احنا يعني بعد الملف ما احنا تقدمنا بيه دلوقتي زي ما انا بقول لحضرتك، عندنا نتيجه لازم تظهر بالنسبه للاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، فاحنا منتظرين كل نتائج دي. وانا ما اجتمعتش لسه مع مجلس الاداره، لكن في اراء شخصيه، يعني انا كنت قريب من الراجل شخصيا وعارف مدى حبه لمهنته واخلاصه اللي اداه في الفتره اللي فاتت، لكن في نفس الوقت طبعا في مجلس اداره معايا محترم، لازم نبقى نقعد في مجلس اداره وناخد اراء بعده، وان شاء الله يبقى القرار هيطلع في قرار صالح الكره المصريه ان شاء الله. استاذ جمال، النهارده يعني كان في فيديو اكيد كنت حضرتك موجود، وظهر صلاح بيتكلم عن يعني بيتكلم يعني بحزن شديد جدا، ولكن في نهايه كلامه قال سواء انا كنت موجود او لا او في الفتره القادمه. حضرتك اتكلمت مع صلاح؟ هل حاسس ان هو عنده تفكير في الاعتزال الدولي؟ ايه اللي حصل؟ انا اتكلمت معاه ساعتها في نفس الكلمه اللي قالها، وانا قلت له انت قائد لمنتخب مصر وهتفضل قائد لمنتخب مصر الفترات اللي جايه. هو يمكن شعر انه خيبه الامل، كان هو متمني انه يكون في الاتحاد في كاس العالم اللي جاي. احنا بنقول له لسه احنا الجيل ما انتهاش، وان شاء الله باذن الله يكون في نتيجه كويسه حتى لو ما كانش. فكابتن صلاح قيمه كبيره وكتبناه قائد للمنتخب في الفترات اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله يكون متواجد معنا في شنيته الاعتزال. ما كانش نيته الاعتزال خالص زي ما احنا. استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تروح الدوحه بالسلامه وترجعوا بالف سلامه، انت وكابتن حازم والحاج عامر.